اخوان بكره راح ملواجهكم بكره، ترى النظام حلو ومظهر حضاري وكل واحد يحفظ الرقم مالته. تعال تعال تعال، تو وين رايح؟ مرحبا عمو، عندي معامله وكلش مستعجل، مشيني في دول عينك. ابني كل الناس مستعجله مو بس انت، انت جد رقمك 4533 بغداد، تاكسي له خصوصي. اقول لك انت مراجع مديريه المرور، رقمك بالسرج جد. ايش قد ما تريد انا حاضر. عجيب، انا مو قلت كل من يحفظ رقمه. 1000 دينار تكفي لو بعد. شنو؟ وليك مو عيب عليك؟ انت جاي تكشيني؟ ترى ما اسمع لك. عمي دنس صوتك مو فضحتني، صاير نزيه براسي. احترم نفسك، نزيه شنو؟ انا شبوحي موظف درجة ثالثة، خلصت عمري موظف شريف، احترم اللوائح والقوانين. تعلي متعلي، تجي انت حضرت جنابك تريد ترشيني بكم فلس؟ هذا شلون راح يودينا للنزاهة؟ عمي انا اسف بس قلت لك مستعجل، تقول لي هسه احنا شقد وصل رقمنا بالسرة؟ 77 دمبلة. احترم نفسك دمبلة شنو؟ وين قاعد عنب نادي؟ عمي مو مقدم على شقة سكنية، دمشينا وفضها يا معود. ما يصير ابني ما يصير، شنو ذنب الناس هاي؟ واقفة من الصباحيات هنا بهالشمس هذي. ما تقول لي بيش انت احسن من عدوم؟ شوي احترموا الناس، احترموا النظام، مو كل شي تريدون يمشي بالفلوس، لو بالهيوات والعنتريات ابني. انا صوتي ضيعت وقت وياك بالحكي، لو ماشي ومخلص المعامله بيدي كان هسه دا تريك تشرب باقي لبيتنا. صار له 4 ساعات واقف بالسرة وانت جاي تقدم معاملتك قدامي، شو تتعال؟ اخ يما عيني طفت. تعيت هسه؟ قل لي وين وصل الرقم؟ 125 عم صبوحي واني الممنون.